Tridimensionnement des poutres. التحديد الأولي لأبعاد عارضة. لتكن عارضة طولها معطى L، طلب منا تحديد أبعاد هذه العارضة، أي تعيين العرض B والارتفاع H. عموما هذه العملية تتم عبر مرحلتين. المرحلة الأولى هي تحديد الأبعاد، والمرحلة الثانية هي مطابقة هذه الأبعاد مع الشروط الموضوعة من قبل القوانين المضادة للزلازل. بالنسبة للمرحلة الأولى، فإن H الارتفاع يجب أن يكون محصورا بين قيمتين L على 15 و L على 10، حيث L هو طول العارضة. عند اختيار الH فالعرض يكون محصور بين 0.3H و 0.7H. ملاحظة، في الواقع هناك مجموعة من الروافد. هنا يجب أن نميز ما يلي: هناك اتجاهين، اتجاه رئيسي واتجاه ثانوي. في الاتجاه الرئيسي، الرافدة المدروسة تسمى بالرافدة الأساسية، la poutre principale، بينما في الاتجاه الثانوي فالرافدة المدروسة تسمى بالرافدة الثانوية، poutre secondaire. مع ملاحظة، في كل اتجاه نأخذ دائما الطول الأكبر. Vérification des conditions RPA. المرحلة الثانية قلنا هي التحقق من مدى مطابقة الأبعاد المحسوبة مع الشروط الموضوعة من قبل القوانين الجزائرية المضادة للزلازل. إذا كان البناء متواجد في المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2 لA، فإن الحد الأدنى للعرض هو 20 سنتيمتر. أما إذا كان البناء موجود في منطقة مصنفة منطقة رقم 2 لB أو منطقة رقم 3، فإن العرض الأدنى للرافدة يجب أن يكون مساوي ل 25 سنتيمتر على الأقل. الارتفاع، الحد الأدنى لارتفاع العارضة هو 30 سنتيمتر. النسبة H على B، بمعنى الارتفاع مقسوم على العرض، يجب أن يكون أقل من أو يساوي 4. العرض الأكبر ماكس للرافدة يجب أن يكون أقل من أو يساوي 1.5 ضرب الارتفاع زائد عرض العمود لبوتو. إذا كان هناك اختلاف ما بين عرض العارضة وعرض العمود، في هذا المثال عرض العمود أكبر من عرض العارضة، فالفرق يجب أن يكون أقل من ما يلي: الحد الأعلى للقيمتين بأ على 2 وعش على 2، أي عرض العمود على 2 والبعد الثاني للعمود على 2. نفس الشيء إذا كانت العارضة عرضها أكبر من عرض العمود. ملاحظة، على اعتبار أن هذه القناة لديها طلبة من دول مختلفة، من تونس، المغرب، فرنسا إلى آخره، فأنبه إلى أن المرحلة الأولى هي تعيين أو تحديد الأبعاد.
هذه المرحلة صالحة لكل مكان ولكل زمان. أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي التحقق من شروط القوانين المضادة للزلازل، فإن كل بلد لديه القوانين الخاصة به، هنا على المهندس أن يعود إلى هذه القوانين. القوانين التي عرضناها الآن هي قوانين خاصة بالجزائر. تكون لدينا عارضة طولها 4.80 متر. البناء موجود في ولاية الأغواط. حسب القوانين الجزائرية المضادة للزلازل، فإن مدينة أغواط تصنف في المنطقة الزلزالية رقم 1. إذن لحساب الارتفاع لابد أن يكون الأش محصور بين آل على 15 وآل على 10. بالتعويض نجد أش أكبر من أو يساوي 32 سنتيمتر وأقل من أو يساوي 48 سنتيمتر. يمكن أن نأخذ أش يساوي 35 سنتيمتر. البي يجب أن يكون محصور بين 0.3 أش و 0.7 أش. بالتعويض البي يجب أن يكون أكبر من أو يساوي 10.5 سنتيمتر وأقل من أو يساوي 24.5 سنتيمتر. يمكن أن نأخذ بي تساوي 20. وبالتالي فإن الأبعاد المقترحة هي 20 × 35 سنتيمتر. المرحلة الثانية هي التحقق من أن الأبعاد المحسوبة تتطابق مع مختلف شروط القوانين الجزائرية المضادة للزلازل. إذا لدي عارضة التي وجدت أبعادها 20 × 35. البناء موجود كما قلنا في المنطقة الزلزالية رقم 1. سأفترض أن العمود عبارة عن عمود مربع 30 × 30 سنتيمتر. أبدأ بالتحقق من الشرط الأول. ما دام أن البناء موجود في المنطقة الزلزالية رقم 1 سأتحقق من هذا الشرط. إذن ب تساوي 20، فالشرط هنا محقق. ثانيا أش القيمة الدنيا له يجب أن تكون 30 سنتيمتر وأنا لدي هنا 35، إذن الشرط محقق. النسبة أش على ب يجب أن تكون أقل من أو تساوي 4 عند الحساب. 35 تقسيم 20 تعطينا 1.75 وهي أقل من 4، والشرط محقق. القيمة العظمى لبي يجب أن تكون أقل من أو تساوي 1.5 أش زائد بي أن هو عرض العمود. عند الحساب سأجد 82.5 وبي المختارة هي 20 سنتيمتر، وبالتالي فالشرط محقق. الاختلاف بين عرضي العمود والعارضة، لدينا العمود 30 بينما العارضة 20، إذا 30 ناقص 20 تعطينا 10، تقسيم 2 تساوي 5 وهي أقل من الحد الأدنى المطلوب والذي هو 15 سنتيمتر. إذا الشرط هنا أيضا محقق. ملاحظة: يمكن للطالب خلال اطلاعه على أطروحات التخرج أو مذكرات التخرج يجد اختلاف في المناطق الزلزالية. فمثلا في أطروحة أو في مذكرة يجد زون 1 زون 2 زون 3، وفي أطروحة أخرى يجد مثلا زون 2A وزون 2B. الاختلاف هنا ناتج من النسخة المعمول بها. فمثلا في الأربيا 88 لا وجود لتقسيم للمنطقة رقم 2 إلى منطقتين 2A و2B. وأيضا يمكن أن يجد أن في عمل معين ولاية بومرداس منطقة زلزالية رقم 2
وفي عمل آخر يجد ولاية بومرداس منطقة رقم 3. هنا أيضا الأمر راجع إلى الاختلاف في النسخة، نسخة القوانين الجزائرية المضادة للزلازل. ويمكن مثلا أن نتنبأ بأن في النسخة القادمة لهذه القوانين يمكن أن أجد في جدول الخاص بتوزيع المناطق الزلزالية أن في نسخة ما كانت تقسيم على حسب الولاية، وفي النسخة القادمة التقسيم سيكون على حسب البلديات. قد يطرح الطالب السؤال التالي: ما هي النسخة التي يجب أن يعتمد عليها؟ سؤال ممتاز، والجواب ببساطة هو أن المهندس مطالب باتباع القوانين السارية المفعول، أي أن يتبع النسخة الأخيرة. وهنا يجب على المهندس أن يكون دائما على اطلاع تام بالقوانين الجديدة.